شو هالصوت هذا؟ شو في؟ هاي عروستك يا بعدي اللي مثل البق، لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام. ابن عمي شوكت يبعث لك ده السل ان شاء الله. وين رايح ابن عمي؟ وين طالع؟ انا عم بيجي اشوف هلا. لك فوت لجوا، انا بشوفها. يبعث لك قتلك وطالعه بالقرعه كمان. روحي دير وشك ابن عمي دير. داير وشي؟ روحي حتى على راسك. وليه؟ خليها تحط على راسك الله يرضى عليكي. حط على راسك الله يخليكي. حاضر ابن عمي. يو يبعث لك قتلك على نفسه. نطقت الصرامي اللي عند الجيران يا بعدي. استغفر الله العظيم على هالمساء. شو بدك بالليل؟ يو اطلع فيني لقلك شو بدي. مثل ما بيقولوا العين مغرفة الكلام.